في اليمن تستمر تظاهرات المناهضة لانقلاب المتمردين الحوثيين من قبل شباب الثورة وحركة رفض في كل من صنعاء وتعز وإب والحديدة. وتستمر في المقابل حملة الاعتقالات للطلاب المناهضين للمتمردين الحوثيين، فيما شهدت رداع في البيضاء مواجهات مسلحة بين المتمردين الحوثيين ورجال القبائل. وأمس أعلن الحزب الناصري انسحابه من جلسات التفاوض مع القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، فيما أمهل الحوثي القوى السياسية 3 أيام لحل الأزمة الراهنة قبل استكمال انقلابه وسيطرته على مؤسسات الدولة كافة. اعتراضات من الحزب الوحدوي الناصري في اليمن على البيان الختامي للمؤتمر العام الموسع الذي نظمه الحوثيون وأنصارهم في صنعاء. فقد أعلن الحزب انسحابه من جلسات التفاوض مع تلك القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، والمستمرة منذ عدة أيام لإيجاد حل للأزمة في اليمن. أمين عام الحزب الوحدوي الناصري عبد الله نعمان حمل جماعة الحوثي ما ستؤول إليه الأمور في البلاد جراء ما وصفه بتعنتهم وعدم تقديمهم تنازلات. مصادر مقربة من الاجتماعات ذكرت بأن عملية إعداد صياغة الاتفاق جارية، وقد تم في جلسة الأحد تناول إجراءات بناء الثقة وقضايا أمنية. وكان الحوثيون أعطوا مهلة 3 أيام للقوى السياسية اليمنية من أجل التوصل إلى اتفاق لحل أزمة فراغ السلطة، وإلا فإنهم سيفوضون زعيمهم وما يسمونها اللجان الثورية لترتيبات تشمل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وقيادة للجيش. إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أكد أنه لو كان باستطاعة الحوثي تشكيل حكومة لما احتاج إلى إعطاء مهلة من هذا النوع. هم لو كانوا يدركوا أنهم سينجحون في تشكيل مجلس رئاسي وتشكيل حكومة ما احتاجوا لكي يعقدوا هذا المؤتمر الصوري ويعلنوا ذلك. وتشير مصادر إلى أن هناك تقدم في المفاوضات، وأن الحل يدور في إطار تشكيل مجلس رئاسي أو العودة إلى البرلمان. صفاء الضاحي، العربية